تلقى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفه عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه دعوه من اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الشقيقه حفظه الله تتضمن دعوه جلالته لحضور القمه الخليجيه الصينيه والقمه العربيه الصينيه اللتين تستضيفهما المملكه العربيه السعوديه في مدينه الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل واعرب خادم الحرمين الشريفين عن ثقته أن حضور جلالة الملك المعظم سيكون له أطيب الأثر في تحقيق أهداف هاتين القمتين والمساهمة في التوافق على مخرجاتهما بما يعود بالنفع على دولنا والعالم أجمع متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.